التقى وزير الخارجية الإسرائيلي ياسائيل كاتس بالنجم البرتغالي كريستيانو لاعب جوفنتوس الإيطالي. وقالت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية على فيسبوك إن كاتس وعلى هامش زيارته السياسية إلى إيطاليا التقى رونالدو ونجم فريق جوفنتوس. وأضافت الصفحة أن كاتيس قال عقب اللقاء أهداني قميص الفريق وعليه رقمه 7 ونقلته لرونالدو سلام جمهوره العريض في إسرائيل وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الأوروبي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.